مع سهام حمدي من الاثنين للخميس على الحياة فام. ضيفتنا سيدة ليلى حداد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب. مدام ليلى حداد مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. أهلا وسهلا بك، شكرا لك وعلى الاستضافة، وشكرا لكل مستمعي إذاعة الحياة فام. شكرا جزيلا لك. معايا في البلاتو المحلل السياسي الأستاذ فتحي زقيرة. مرحبا أستاذتي الكريمة مدام ليلى. مرحبا. أهلا وسهلا. مدام ليلى حداد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، نحاولوا نحلوا الوضع القائم سياسيا اليوم في تونس. أغلب الإشكاليات اللي قاعدين نعيشوا فيهم خاصة على الصعيد الدبلوماسي، اليوم أزمة دبلوماسية مع أشقائنا الأفارقة على خلفية خطاب لرئيس الجمهورية قيس سعيد، نلقاو زادة تصريحات خارجية بخصوص طرد النقابية الأوروبية وعدم السماح لوفود نقابية أخرى كانت جاية في إطار التضامن النقابي مع اتحاد الشغل. لماذا يتسبب خطاب رئيس الجمهورية في كل مرة أو قراراته أو خياراته في أزمات دبلوماسية أو في إحراجات للدبلوماسية التونسية؟ ماذا يحدث في رئاسة الجمهورية؟ أين الخلل وأين الإشكال؟ هل هو ربما يكون من الفريق العامل والمحيط برئيس الجمهورية مدام ليلى؟ طبعا الخطاب الحقيقة بتاع رئيس الجمهورية كان فيه عدم حرافية بين من محيطين به، لأن الأكيد أن خروج رئيس الجمهورية باش يتحدث على موضوع الجالية الإفريقية، ونحن نعلم جيدا معناها تاريخ تونس معناها مع إخوتنا وأشقائنا الأفارقة اللي احنا جزء ولا يتجزأ من 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 إفريقيا، وبالتالي يجب أن يكون هناك خطاب فيه كثير من الحنكة، خطاب فيه كثير من التروي، لأنك ممكن أنك من حقك كدولة أنك تحافظ على سيادتك، من حقك كدولة أنك تطبق القانون على من هو خارج القانون، ولكن ليس بالضرورة يكون الخطاب فيه كثير من التشنج، ليس بالضرورة أن تكون الإجراءات اللي يتم اتخاذها من قبل السلطة سواء على مستوى الحدود التونسية سواء على مستوى معنى إدارة الحدود والأجانب في التعامل مع الأجانب اللي هما خارقين للقوانين الوطنية، كان ينجم يكون هذا العمل عمل روتيني وعمل في طريقة فيه كثير من الحرفية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون هناك خطاب يمس من علاقاتنا الدبلوماسية ويأزمها. حتى اليوم وقت ينزل أمس نزل يعني على موقع رئاسة الجمهورية في محاولة يعني ردع الصدى خلينا نقول مع علاقاتنا الدبلوماسية، ولكن هو مهبط. كنا نتمنى كيما خرج رئيس الجمهورية بتلك التشنج وخوفا خلينا نقول خوفا على تونس من معناه الدخول الغير الشرعي بشكل كبير في دولة تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة برشا، خلينا نقوله لو كان جاء فما اتصال او لقاء مع سفران الجالية الدول الافريقية اللي فيها علاقات وطيدة معها ويقع النقاش معها ثم كما صارت مدام ليلى. نعم. اللقاءات وزير الخارجية كان جمع كل سفراء متاع دول افريقية، رئيس الحكومة زاد عملت عدة لقاءات مش كافي يعني هذا؟ لا، كنا نتمنى أن رئيس الجمهورية باعتبار أن الخطاب اللي وصل للرؤساء الدول واللي خرجت وعبرت زادة هي في مقابل أن رئيس الجمهورية على الأقل يكون فما بعد طبعا طمأنة من قبل رئيس الحكومة وطمأنة كذلك من وزير الخارجية يكون هناك خطاب يعني كأن غطاء عام ويكون هناك لقاء وخروج البعض السفراء حتى يعبروا كذلك على طمأنة في علاقاتنا الخارجية وما تقعش أزمة دبلوماسية، لأن باعتبار أن تونس كذلك عندها جالية في إفريقيا وعندها معناها رجال أعمال وعندها تبادل اقتصادي وتبادل تجاري وهذا باش يمس من علاقاتنا. نتمنى أن الفريق الذي يعمل مع رئيس الجمهورية خاصة في قصر الرئاسي فيما يتعلق بالجانب الدبلوماسي أن يكون أكثر حرصا على يعني الخروج والتوقيت والخطاب كذلك لرئيس الجمهورية. واضح مدام ليلى. هذا ما يعنيش مع كذلك معناها ما يعنيش أن فعلا هناك جانب مهم كذلك يجب نشير لي هي كثرة الجمعيات اللي خرجت بعد 2011 وخاصة في السنوات القليلة
اللي هي متعلقة بالأجانب الأفارقة والعمل معناها في إطار معناها نوع من اللي هو غير قانوني، وهذا معناها أنا مع فتح ملفات بالنسبة لهذه الجمعيات اللي معناها بشكل ابتزازي للدولة التونسية فيما يتعلق بالأفارقة خاصة اللي هما معناها دخولهم غير قانوني. واضح به. إلى بيان البارح، إلى حدود بيان البارح مدام ليلى، ثم حديث على أطراف بيان البارح، قال هناك أطراف معلومة مصادرها هي اللي تقف وراء اتهام تونس بالعنصرية وخطاب الكراهية إلى غير ذلك. هل هناك فعلا أطراف استثمرت في هذا الملف، أم أنه الخطاب يتحم واضح، الخطاب صدر عن رئيسة الجمهورية، فرئيسة الجمهورية هي من تتحمل تبعات هذا الخطاب؟ هو انا كما تحدثت في البدايه، هو الخطاب هو كان يكون اكثر تروي من رئيس الجمهوريه في طريقه، على الاقل حتى قبل خروجه انه يتحدد على الاقل في النطاق الدبلوماسي طريقه التوجه. نحن ضد طبعا عدم تطبيق القانون في تونس بالنسبه خاصه لكم كبير وبشكل غريب وبشكل مفاجئ لدخول الافارقه من الحدود التونسيه، ولكن كنت نتمنى، ولكن هذا لا يعني كذلك هو كان يسمو بسمياته. انا هناك اطراف كذلك انها هي حاولت تاجيج الوضع واججت الوضع في مس من العلاقات الدبلوماسية مع أشقائنا الأفارقة والدول الأفريقية، وخاصة أن نعتبر هناك بعض المنظمات اللي تخدم على المجال هذا. احنا نعرفوا في 2017 هناك تم الاتحاد الأوروبي طلب في إطار أن تكون هناك اتفاقية مع تونس وتكون تنشئ تونس كما الشوشة كانت تفكروا، اللي هي معناها ديكون يكونوا موجودين في تونس يستقبلوا الأفارقة، والدول الأوروبية تمول تونس على هذا الأساس، وتونس رفضت هذا الاتفاق. ولكن نشعر اليوم أن هذا الرفض وكأن بدأت هناك الأمر الواقع، معناها دخولهم رويد رويدا وموجودين في بطريقة غير قانونية، ولكن كانت المعارضة تكون أكثر حنكة وأكثر معناها بطريقة امبليسيتوم غير ما تكون هناك فيها، يعني تم معالجة المشكلة بحنكة. هذا هو. وفما الأطراف هي هناك للأسف كما قلت لك، أنا نعرف على الأقل على مستوى تعاملي مع المنظمات الدولية والمنظمات الوطنية اللي هي معناها تعمل في مجال معناها محترم، ولكن بعض المنظمات عديد المنظمات اللي تم إنشائها في خصوص متعلقة بملفات الأفارقة واللي تخدم على الأفارقة وتخلص معناها من الخارج، اللي صحيح موجود ويمكن فتح ملفات سيجدون العديد منها، واللي هي أجت العملية بتصعيدها وخروج العديد معناها هم توانسه للاسف الشديد. معناه يا سيدي احنا اخطانا ونعتذر، ولكن ليس لدرجه انك انت الخطا هذايا تخدم به وتشنج العلاقات الدبلوماسيه في اطار يعني مصالح معينه. طبعا هل مطلوب من تونس اليوم انها تقدم اعتذار رسمي يصدر عن مؤسسه رئاسه الجمهوريه او عن السيد رئيس الجمهوريه لرأب الصدع في هذا الملف بخصوص المهاجرين الأفارقة، من وجهة نظرك مدام ليلى؟ هو أكيد لقاء رئيس الحكومة ولقاء وزير الخارجية في مباحثات ومع السفراء الدول الأفريقية، أكيد هناك يعني هناك عمل ما بيناتهم، وأكيد إذا كان فما اعتذار أو فما طريقة في التعامل أكيد هم قدموها، وممكن تترتب عليها الأيام القليلة القادمة هناك نوع من رجوع الثقة ما بين وما بين إخوتنا الأفارقة، لأن تونس للأمانة يعني تاريخها يعلم جيدا أننا احنا ضد التمييز العنصري، بالعكس معنا اتهموا التوانسة بالميز العنصري، غير حتى مع بعض الصفحات تحسها مأجورة، لأن المواطن التونسي وعائلتنا وإحنا وأنتم ما عندناش النوعية أن احنا باهي لو كان جينا في آسيا دخلوا علينا الصينيين، باهي على الغالب احنا جينا في أفريقيا ولينا نعملوا ميز عنصري خاطر الأبيض والأسود، باهي لو كان جينا ودخلوا الصينيين ولا دخلوا الليتوانيين ولا غيرهم، هل هناك ميز عنصري؟ معناها هذا أكيد لا، يعني هناك طريقة فيها اتجار وفيها مس، لأن كما تعرفي تونس الآن في وضع
وضع معناها صعب وصعب جدا، وهناك الكثير من يريد الإتاحة بمسار 25 حتى بالطريقة اللي هي تمس مصالح تونس على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى التجاري والاقتصادي في علاقاتنا بأشقائنا الأفارقة. واضح. اليوم مدام ليلى زيدا، لاحظوا أنه فما حساسية كبيرة فيما يتعلق بالتدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية. نعم. طرد النقابيين وعدم السماح لوفود نقابية جيت في إطار تضامن نقابي عالمي. اليوم وكأنه فما مفهوم غير واضح، الشؤون الداخلية. وقتاش نحكيه على شؤوننا الداخلية؟ وقتاش نحكيه على تضامن بين النقابات كما المنظمة متاعنا تنجم تمشي لأي دولة أخرى في إطار التضامن معها؟ يقول لك هذا عادي، ليس استقواء بالخارج وإنما تقاليد نقابية دولية. وكأنه فما خلط اليوم مش واضحة بالضبط الأمور في خصوص الوفود النقابية اللي تجي إلى تونس واللي تم منحها يعني مؤخرا. أنا طبعا ضد طرد النقابيين، لأن العمل النقابي في نهاية الأمر هو عمل مكفول بالدستور، وتونس معناها عندها رصيد تعتبر من أهم النقابات في العالم العربي، من أقوى النقابات تاريخيا في العالم العربي، ويحتذى بها باعتبار أن الدول العربية بقية الدول العربية ليس لها معناها قوة الاتحاد اللي هو نعتبره بوصلة، وهو كذلك اللي هو يعمل عملية التوازن معناها دائما في 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 تونس، معناها خاصة على مستوى السلم الاجتماعي بالنسبة للنقاشات والاتفاقات ما بين الحكومة في الطبقة الشغيلة سواء كانت المؤسسات العمومية ولا المؤسسات الخاصة. لكن الإشكال يمكن هو استدعاء النقابيين في احتجاجات يعني المسيرات، يعني احنا مثلا ممكن لقاءاتنا تكون في مؤتمرات دولية، في تدخلات في على مستوى الدولي في ملف مثلا في العديد من النقابيين من كل العالم يلتقوا باش يقدموا مثلا العمل نتاعهم ومستوى العمل نتاعهم في كل دولة، والنقاش حول العمل النقابي على مستوى الدولي على مستوى المنظمات على مستوى معناها دولي. ولكن الإشكال اللي هو أنه هو تم استدعائهم في وقت كانت هناك نوع من الاحتجاجات بالنسبة للاتحاد الشغل، وربما هذا ما اعتبرت فسرت تونس انها او الرئيس قيس سعيد بحد ذاته فسروا على اساس انه هو كان استقواء بالاجنبي، رغم اني انا نعتبر ان النقابيين دائما معناها ما فماش استقواء، خاطر النقابي هو دائما معارض للسلطه معناها في كل العالم، معناها حتى النقابيين اللي يجوا من 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 بلدان اخرى يعني هم في بلدانهم معارضين ديما في صراع مع السلطه، ما فماش استقواء بالاجنبي. واضح بصفتك. واضح. انا نعتبر ان الحقيقه معناها في هذا هناك مجانب للصواب في معناها طرد النقابيين، وتونس معناها كما قلت لك عندها تاريخ كبير برشا في اتحاد الشغل اللي هو عنده علاقته. واضح. تفضل سيدي. مدام ليلى عندي تساؤل. نعم. جامع معناها وشامل، خلينا ممكن نختموا به هذا توا. هذه القطره التي افاضت الكاس معناها ازمه، معناها الازمات ازمه سياسيه مما لا شك فيه، ما نجموش ننكروا معناها. ولو ان السيد رئيس الجمهوريه ما لا يعترف معناها بوجود ازمه سياسيه، فما ازمه اقتصاديه خانقه واجتماعيه ولاهيه بهم السيد رئيس الحكومه، هي لاهيه بالملف هذا خاصه فما لو فامو ملف نتاع اف ال اف ام اي والاتحاد العام التونسي، الاتحاد العام التونسي للشغل قال لي الازمه الاجتماعيه وانعدام معناها قنوات التفاوض زاد نوعا ما زاد تعقدت شوي، فهمت؟ زيدها توا الازمه الدبلوماسيه في الخضم هذا، علاش قلت لك سؤال جامع، كيفاش ترى المخرج؟ عندك توا رؤيه الحقيقه طريقه تحليل موضوعيه ومحترمه، كيفاش ترى المخرج من هذا الخضم، هذا الوضع المتازم جدا؟ تو كنا في عود نمشيو لرباعي حوار، تو رباعي ازمات معناها سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وتو زيد دبلوماسيه، كيفاش الخروج؟ كيف المخرج من هذا المازق حسب اعتقادك؟ حسب
حسب اعتقادي ان رئيس الجمهوريه يجب ان يفتح باب قصره، ويجب يفتح باب الحوار مع كل يعني الشخصيات الوطنيه. الناس هناك عندنا عراقه في الدبلوماسيه التونسيه، لما لا يستانس بخبراتنا معناها في العلاقات الدبلوماسيه، ولنا معناها رجال وطنيين معناها عندهم مسيره كامله في التعامل مع الدبلوماسيه التونسيه سواء كانت الافريقيه او الدوليه، لما لا يستمع الى هؤلاء حتى يحدد البوصلة. عدم التسرع في الخطاب كذلك، والخطاب ما يلزمش يكون رئيس الجمهورية خطابه متشنج، لأن الرسالة دائما يلزم هناك رسائل طمأنة. للأسف يعني اليوم النقاش، نحن معناها إن شاء الله احنا كحركة شعب توجهنا كله هو في إطار تركيز مجلس النواب الشعب والخروج من الفترة الاستثنائية والخروج كذلك من المرسوم 117، حتى يمكن لعلم من خلال داخل المسار أن نقدم مقترحات تساهم بشكل أو بآخر في إخراج تونس من هالأزمات اللي هي نحسها متواترة، معناها طرد النقابيين، الأسف أزمة دبلوماسية مع أشقتنا الأفارقة اللي احنا طول عمرنا عن تاريخ محترم ويحترموا تونس كدولة، معناها رغم صغرها صغر حجمها رغم صغر تبادل حتى التجاري حتى، ولكن كفاءاتها موجودة في كل أوروبا في كل أفريقيا، عندنا كفاءات كبيرة على مستوى الطيران على مستوى التجارة، رجال أعمال وغيرهم من الكفاءات، معناها أطباء وغيرهم. إذا اليوم بالعكس هي اليوم هي معناها تشوف انت تركيا، تشوف الصين، تشوف العدو امريكا الان معناها بعد تراجع فرنسا داخل افريقيا، اذا المغرب وصراع المغرب والجزائر على افريقيا هذا اكبر دليل على ان السوق الافريقيه هي سوق مهمه في المستقبل، وعلينا اذا كنا نبني تونس نبني تونس باطار معناها فيه كثير من العقلانيه وفي ان شاء الله من الحنكة. شكرا لك سيدة ليلى حداد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، بارك الله فيك على تدخلك معنا، يعطيك الصحة. هكا نكون وصلنا لختام غيكاب ميدي لليوم، نشكرك برشا سي فتحي زقيرة، تحية ليك، تحية زميلتنا نجلة خليفة هيني، زميلنا أحمد المخلوفي في الإخراج التقني، سيف الدين بولاريس في الديجيتال، زميلتنا أنسة الهمامي في ستوندار، كنت معكم سهم حمدي من 11:30 حتى نتقابلوا غدوة في غيكاب جديدة في الأمان.